يزيد أبو صابون رئيس جمعية نهضة الزناتة للتلبية والتضامن وفاعل جمعوي على مستوى إقليم البوحمادية. هذا اليوم كنحتفلوا بواحد الاحتفال واحتفال مميز، وهو داك تنظيم واحد رحلة مناسك العمرة لفائدة أرملتين هي من عائلات معوزة بمنطقة الشلالات ومنطقة عين حرودة. عندنا مرقية، مرقية هي أول مولدة على مستوى إقليم الشلالات اللي تبارك الله كتولد منذ فترة الخمسينات، قامت عملية توليد، وهي أرملة وحيدة، ما عندها لا أبناء لا والو، كتعيش وحيدة. وعندنا السيدة الكبيرة مرغان وهي من دوار الشبوية أرملة كذلك، وضحت من أجل أبنائها وينتمون إلى عائلة معوزة. كنحاولوا ننظموا لهم بهذا بحال السنه الفائته، ضمن رحله العمره لفائده 7 اشخاص من مركز الاشخاص للمسنين بمنطقه المحمديه دار المسنين. هذه السنه اخترنا ارملتين هما من عائله معوزه. الهدف ديالنا هو ادخال البسمه والفرحه على محيا هاتين الارملتين اللي كنتمنوا لهم رحله سعيده ان شاء الله، واداء مناسك العمره وزياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبتغى ديالنا، يعني نسعدوهم، وكانوا دائما كيتمناو السنين الطويله باش يزوروا هذا المقام، وحاولنا باش نوفروا لهم هذا العمره بمساعده مجموعه من المحسنين اللي ساهموا معنا، وكنشكروهم. كنشكروا الحاجه بونك، الحاجه خديجه اللي معنا، الحاجه المراكشيه، هما اللي عامل صاحب الجلاله كنشكروه حتى هو. نشكر جميع من ساهم في هذه العمليه، الحاجه سميه عسلتها هي اللي غائبه معنا اليوم، حتى هي ساهمت معنا، الاستاذه الشرقيه حتى هي حاضره معنا، كاع اللي ساهموا في هذه العمليه. كنشكروا الدكتور بوغوس رئيس الهلال الاحمر المغربي، ومدام عزيزي عائشه عزيزي وهي مساعده اجتماعي ورئيسه الشبكه الجمعويه للتضامن الاجتماعي بالمحمديه. ونشكروا جميع اللي كل من ساهم في هذه العمليه، كنشكروا المنابر الاعلاميه الحاضره معنا. كنتمنوا ان شاء الله السنه المقبله يكون عندنا اكثر من مقعد باش يستافدوا منه، لان مجموعه من الارامل من عائله معوزه هما مسنين وكيتمنوا يزوروا ذاك المقام. كنتمنوا باش حتى هما يزوروا، لانهم كنعتبروهم امهات ديالنا، لان بحال مشاو الامهات ديالنا العائله ديالنا. هذا هو اللي احنا الهدف ديالنا، خصنا نفرحوهم ونتمنوا يدعوا معنا في ذاك، الى مشاو ان شاء الله زاروا ذاك الاماكن المقدسه باش يزوروا معنا ان شاء الله. واليوم غنقوموا بواحد الحفل، غنهدوا لهم مجموعه من الالبسه ديالهم، والمؤن اللي غيمشيو اللي غتوفر لهم، والادويه كذلك يحتاجوها راه وفرناها لهم في ذاك في المناطق العمره. وان شاء الله غنلتقوا اليوم يوم الثلاثاء 17، وان شاء الله العوده غتكون نهار 31 ان شاء الله في هذا الشهر، عندهم اسبوعين ان شاء الله. هذا هو، ونتمنوا ان شاء الله الفرحه ندوب عليهم ويجونا كنتمنوا يجوا عندنا، يعني يجونا بالصحه ديالهم واستقبلهم كذلك، ونضموا لواحد الحفل استقبال ان شاء الله. وشكرا.